بدنا ننتبه لحتى شو نضل نضاف. أنا نضيف. ما أنت نضيف حبيبي بس. ونخلطهم مع نسبة بهار ونقدر نغطس فيهم الدجاج. فينا نعمل في كيك يا مامي كيك هلا مع هاو الدجاجات. Okay. جيت جيت نزبط حينات بيضت زبط كيام شكي. هاي جايز. هاي جايز كيفكم؟ منيح او مش منيح؟ لا منيح لازم. بابا شو يعني؟ اليوم بدنا نعمل تشيكن اسكالوب. ويو نقيناها من صفحية حسني. بعدين جيب غياض شاي فيك. بدنا نبلش بالنقعة. لبن صحيح هيدا خل افي ويو حمضة فينا حطه حد فيك وسيري يرحب الشاي فيك بابيكا بس لكم لا سيديوني انا مامي هاي اصوات اشو شو مكتوب ستجد واو هلا انت خلوط انا بدي اصل الدجاج جيبيني ايضا شاي فيك تاكلين بوي بدي يغز وين البيكنج بيبر؟ مستعمل انا فيهم كارت اتجنن انا بدي امسح فدينا ده يا ميمي هلا بدنا نعمل الخلطه ايه اوكي بابيكا حطوا كيو جيبي بابيكا بايت اي ميحة قصيد غسولي غسولي غسولات صرنا حليب بس مش الاكلات هلا رح اجيب الدجاجات ايوه فيني انا اعملها؟ يا خليني افرجيك اول شيء كيف السامبل منشيل الدجاجات منغطسهم بالطحينات منرجع منغطسهم بالبيضات شفت كيف؟ منغطسهم بالبريد كرامبس شو؟ يا حيني نجيب دجاجات نجيب طحينات نجيب بيضات بدها تصفي جابت كرامبس اوه شكي اوكي هلا دوري انت وحدي انا وحدي انت وحدي انا وحدي يا غير صف وقبل رح نجرب هول هلا ونرجع بنعمل الباقيين نرش شوية زيت شو وضعه؟ هلا بنحضر البطاطا والسلطة يك بشتيت بطاطا مايونيز باي بلا كنت وقيت انا قصيت حايل كيف؟ كنا خاصي ادري وقيت يا حايل بس صار لك شي؟ لا خيس منيح شوفوا بجنن هو بطاطا طعمة شوفوا ليش سود هالقد؟ خايف ما عندنا حمص ايه ما عندي حمص اليوم شايفين شو حلوة؟ جنن طيبة كتير طيبة تستحية بدي ذوقها مع الكاتشب عن جد؟ ايه هذا حق وين رايح؟ بدي اكل مع اليابان دجاج مع لبن؟ ايه اكيد انت؟ مين اجا؟ سامع اخيتي يجي بتاعي صياد ما كنت عارفة انه بدك سلاد ثانك يو سامع
تعبي مع اللبن؟ والله شي تعبي زابوة من هنا شاي شاي أوه تنسو كلوم كلوم بدأت تصفي